أمين. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد، الموضوع الذي عنون له في هذه الجلسة عنوان البحر الرائق في الزهد والرقائق، هذا عنوان لكتاب لأحد المؤلفين. أنا ما قرأت الكتاب ولا أدري بشيء عن حال هذا المؤلف. على أي حال، ما دام وضع هذا العنوان يشتمل العنوان باختصار شديد حول أو يتكلم عن أمرين. الأمر الأول الزهد، والثاني الرقاق أو الرقائق. والأمران متلازمان أو بينهما تقارب، فما يراد بالرقائق أو التزكية عموما هي تربية للنفس، هذا غاية ما فيها، هي تربية للنفس. وما يراد بالزهد خلاصته في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان من رواية سهل بن سعد أو رواه أهل السنن من رواية سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فموضوع الزهد باختصار يدور في الأمرين هذين: ازهد في الدنيا يحبك الله. والزهد يا أخواننا في الدنيا لا يعني الانقطاع عن الدنيا، إنما الزهد في الدنيا ألا تكون الدنيا هي هم الإنسان، ما تكون هي همك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يعني من جعل همه الآخرة. قال تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من خلاق. الإنسان يا أخواننا إذا جعل همه الآخرة سخر الله تعالى له الدنيا، ومن جعل همه الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله. يعني الدنيا دي ما بتتلحق، لو انت جعلت الدنيا دي همك تسعى إلى الدنيا وتكنز في الدنيا
قال شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه. يعني كأنه أنت مهما كنست من الدنيا بترى نفسك فقير، وده حال أي إنسان الآن ساعي وراء الدنيا فقط. قال وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يعني بعد ده أشيل بيجيك من الدنيا ده هو الكاتب ربنا سبحانه وتعالى. وعلى هذا يا أخواننا قال ازهد في الدنيا. ازهد في الدنيا ما معناه يتخلص منها وانت تمشي تعيش راهب في صومعة ولا تسكن في الخلاء، تقول أنا زايد في الدنيا، ولا تمرك زي جماعة التبليغ لافي ليك بشنطة وبقجة وشوال لافي بين وعامل فيها زايد في الدنيا. ولما يشوف الواحد منهم زول ربنا أداه شيء من الدنيا تلقى بنظر له نظر العجب وكأنه داير الشيء اللي عنده. هذا ما هو الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا ألا تكون لها قيمة ولا تقيم نفسك ولا الناس بشيء من الدنيا. يعني ما يبقى أنت عندك احترام الناس بدنياهم، شكله عامل كيف وبيته كيف ووظيفته شنو وإلى آخره، هذا ما يكون عندك تقييم الإنسان. إنما يقيم الإنسان بالتقوى. وبالتالي ازهد في الدنيا ألا تكون عندها قيمة عندك. سئل أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله قيل له أيكون الرجل زاهدا وعنده 1000 دينار؟ ده مبلغ كبير طبعا، حساباتنا إحنا أنا ما أدري يكون قدر كيف مبلغ. قال نعم بيكون زاهد. قال إذا كانت الدنيا في يده والآخرة في قلبه. يعني المقياس، مقياس الزهد مو أنه أنت عندك شنو ولا لابس شنو ولا كده إلى آخره، إنما مقياسه ألا يكون هذا هو همك. قال تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما يشاء لمن نريد. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. عليك أن تنتبه معي للآية دي. لاحظ إن الإنسان إذا أراد الدنيا من كان يريد العاجلة، لاحظ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لاحظ في قيدين في الآية دي، يعني زول الدائرة الدنيا حتى اللي دائرة ذاته ربنا ما يعطيه من الدنيا إلا ما يريد المولى عز وجل. قال عجلنا له فيها ما نشاء. ربنا ما يعجل له أي شيء هو دائره، لا، ربنا يعطيه اللي دائره ربنا. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ربنا يدي ده وذاك ما يدي. أها، لكن لاحظ الدائرة الآخرة. قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ده شرطين. الأول من أراد، والإرادة معناها شو يا إخواننا؟ النية.
النية من أراد الآخرة يعني صحت نيته وسعى لها سعيها أي سلك سبيل الجنة السنة. دل شرطي العمل الإخلاص والمتابعة. من أراد الآخرة النية وسعى لها سعيها السنة وهو مؤمن ربنا قال فأولئك كان سعيهم مشكورا. الإنسان الدائر الآخرة ومشاليه عديل ربنا ما قال من نشاء أو ما نشاء لمن نريد، لا، اللي أراد الآخرة صحت نيته وعمل بالسنة ربنا يبلغ طوالي. أما اللي أراد الدنيا ربنا قد يعطيه وقد لا يعطيه. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن الله بكل شيء عليم. في الدنيا دي ممكن تكون دائرة وربنا ما يديك لها، ممكن تكون دائرة وتسعى عليها صح، تمشي التاجر ولا تقرأ وتتعلم وتجري ورا الدنيا وتسلك السبيل السلكوه قبالك الناس، يقول لك فلان ده نجح كيف؟ يقول لك والله نجح عمل كده وعمل كده وعمل كده، انت تعمل زيه ها وقد ما تنجح، تفشل. تسعى لطريق الدنيا مآكل مثلا طبيب ولا مهندس ولا إلى آخره ولا تاجر، يقول لك التاجر ذاك نجح والطبيب ذاك نجح، انت تبقى تاجر او تبقى طبيب وما بتنجح، لأن ربنا قال شنو؟ ما نشاء لمن نريد. أما الآخرة ما فيها كده يا أخوانا، الآخرة أنت لو سعيت السعي الصحيح للآخرة ربنا يبلغك طوالي. إذن يبقى عندنا يا أخوانا الزهد في الدنيا أن تجعل ما في هذه الحياة الدنيا مطية، هي بلغة تبلغ الإنسان وتوصل إلى دار القرار. ربنا سبحانه وتعالى قال وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وبالتالي قضية الزهد الجزء الأول منها قال ازهد في الدنيا يحبك الله، قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وده باب يا اخواننا لو انت تأملت واتدبرت هذه الجملة من جوامع الكلم، الجملة دي بس قال ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأن بني آدم بطبعه ما يحب الإنسان صاحب المطمع. أنت في صداقتك مع إخوانك اللي بصاحبك لمطمع معين أنت قلبك ما بدور أصلا، تلقى نفسك جافل منه ما عارف ليه، لأن هذا ما صادقك إلا لمطمع في الدنيا، طمعان في حاجة عندك. ولذلك النفوس تأبى أصحاب المطامع، لكن قال لك ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. سبحان الله، لو تأملت هذه الكلمة من مقتضياتها أن يزهد الإنسان فيما عند غيره، أولا في باب التوحيد، أنت زاهد فيما عند الناس معناه ما حتمشي تسأل غيرك، ما حتسأل من هم دون الله عز وجل، لأنه أنت زاهد فيما عنده، حتى لو عنده حاجة في يده أنت زاهد فيها ما حتسأله. وهذا من كمال التوحيد، أن تستغني بربك. أسأل الله كويس. ربنا سبحانه وتعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله
رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لاحظ انت لو زهدت فيما عند الناس ما احد يسأل لك شيخ ولا فقيه، انت زاهد فيما عنده مستغني بربك. ربنا سبحانه وتعالى قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الدواب الآن على الأرض دي. العلامة السعدي قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها أي لا تدخر هذا الرزق. الآن الطيور في الهواء والأسماك في الموية والهوام والحيوانات ما بتدخر أرزاقها، يعني الآن الطيرة دي تمشي تأكل رزقها ده اللي ربنا بيقسمه لها وما بتديس حاجة لبكرة. ربنا قال لك اتأمل في دي ربنا بيرزقها حق اليوم باليوم، وإنت الآن بتدخر رزقك ما زي الطير. إنت قد يكون عندك قروش في البنك بتأكلك 7 سنة، قد يكون عندك قوت خاتي في البيت لسنوات ويقول لك عندنا احتياطي. ربنا قال لك الدواب دي لا تحمل رزقها، قال الله يرزقها وإياكم. انت لو تأملت ده بتزهد فيما عند الناس ما عندهم لك حاجة. فشوف هذه العبارة ازهد فيما عند الناس بتجنبك أول حاجة الشرك بالله سبحانه وتعالى. انت ما دار من زول حاجة حتى لو عنده، انت ما دار منه، خليك بالعقيدة الباطلة والشركية تسأل صاحب قبر ولا تنده غير الله. لا انت الشايلة في يده دي انت ما دار منه شيء، فمن باب أولى تكون شنو ميت المغبور. انت الحيين دير ما دار منهم حاجة، عشان كده قال ازهد فيما عند الناس. سبحان الله الكلمة دي الزول لو يتأملها كلمة عميقة جدا. هذه الكلمة ازهد فيما عند الناس بتكفل عليك زي ما قفلت في الأول باب الشرك بتكفل عليك باب الحسد، لأنه أنت اللي ربنا أداه ده ما أنت دار من الله، أنت ما دار من الزول ده، ده زول ربنا أداه حاجة إن كان دين ولا دنيا أنت ما دار منه شيء. انت زاهد في الحاجه اللي عنده دي، شكد ربنا قال ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. بدل تقعد تعاين تقول يا سلام ده بالله جاب دي من وين وده قاعد يجيب القروش دي من وين ونحن مالنا ما عندنا، وتقطع قلبك ساي. ازهد فيما عند الناس، ما عندك معه شغلة، بنى فوق بنى تحت، ها ركب أي حاجة لبس أي ملبس أنت ما عندك معه شغلة، أنت زايد فيما عند الناس، أنت دار عند الله سبحانه وتعالى. لذلك زكريا عليه السلام لما دخل على مريم ربنا قال وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ما قال لي الله يدي مريم وما يدينا أنا، لأنه ده مرض خطر جدا يا أخوان، انتبهوا ده مرض خطر بيهلك قلبك أنت وبيحميك تتقدم وتمشي لقدام. ما تقعد تعاين في ذاك ليه عنده كده وده جابه من وين وده سواه كيف وش القروش دي بجيبوها من وين وغيره من الأشياء. زكريا عليه السلام ربنا قال هنالك دعا زكريا ربه، أرجع لربك وبديك لأنه هو اللي بدي، تمام. فعشان كده قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. من الزهد ده يدخل فيه
انه انت ما تسال الناس اي حاجه، تعفف يا اخي ما تسال. العلماء قالوا الا اذا علمت ان اخاك مثلا واحد صاحبك وقريب منك شديد وانت بتعلم انه الحاجه دي بالسر، يعني مثلا تقول له يا اخي يا فلان والله لا جاي انا اتغدى معك، او يعني اي شيء سؤال من امور الدنيا الدين الحاجه الفلانيه، الا اذا بتعلم انه الاشياء ده بسر يعني ما عنده مشكله. لكن الانسان يتعفف ويبعد نفسه عن اي شيء مما عند الناس. قال يحبك الناس. فالكلمتين دي يا اخواننا من جوامع الاشياء في الزهد، ويدخل في ذلك من باب اولى الزهد في الحرام ومن العيب، بل من الخلل التربوي انه الانسان يزهد في الحلال ويطمع في الحرام، ودي مشكلة. وهذه القضية وقع فيها كثير من الدعاة. الواحد يتعفف عن سؤال الناس يقول لك أنا ما بسأل، لكن تلقاه يقع في الحرام، يزهد في المال الحلال من الهدية اللي تقدم له، وفي نفس الوقت يتملق ليتعاطى ويتقاضى أموال من أهل البدع. يقول لك فلان شيخ فلان داك زاهد. ليه زاهد؟ عرفته كيف؟ يقول لك والله اليوم داك اديناه قروش شال الدال المسكين كويس، لكن في نفس الوقت يتملق لأهل البدع. هذا مو زهد، لأنه ده زهد في الحلال وتعاطى الحرام. على أي حال يبقى يا أخواننا عندنا الكلام التفصيل في الموضوع ده يطول. قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يا أخواننا إشارات بسيطة جدا، نمشي قدام. الأمر الثاني التزكية، والتزكية الآن جعلوها أنصار السنة والحزبيون جعلوها في الشعار بتاعه اللي هي توحيد اتباع وتزكية، باعتبار أنه التزكية أصلي ثالث من أصول المنهج عندهم، يعني أصلي ثالث. توحيد أصلي براو، الاتباع أصلي براو، والتزكية أصلي لحالة. والكلام ده غلط، وهذا من شعارات الحزبيين. هذا الشعار أول من جاء به عبد الرحمن عبد الخالق فيما يقال. عبد الرحمن عبد الخالق، وهذا الرجل هو الذي أفسد الدعوة السلفية وخرب الدعوة السلفية، عبد الرحمن عبد الخالق جاب الشعار توحيد اتباع معه تزكية. أصلا دين الإسلام قائم على أصلين اثنين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وفي كتاب التوسل والوسيلة، قال ودين الإسلام قائم على أصلين اثنين، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. انتبهوا يا أخواننا الكلام ده، هذا أصل الدين. والدليل على ذلك قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا يسأل عنه الإنسان يوم القيامة، هذا أصل التوحيد. الثاني قال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا أصل ثاني
يسأل عنه الإنسان. لذلك نقل ابن القيم كلمة أبي العالية من التابعين رحمة الله تعالى عليه، قال كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ دين الأصلين الاثنين، هذا دين الإسلام قائم على هذين الأصلين. طيب، هؤلاء الحزبيون جاءوا بهذا الأصل الثالث التزكية، وضعوا أصل بجانب التوحيد والاتباع، وإن كانت التزكية هي أصل من الأصول في الإسلام لكن تابعة للتوحيد باعتبار، وتابعة للاتباع باعتبار آخر، لكن ما هي أصل لحالة؟ عرفتوا؟ طيب، السبب شنو اللي خلاه نجيبه ده؟ السبب لكي يهتموا بهذا الباب ويتركوا شنو؟ التوحيد والاتباع، ويبقى موضوعهم الأساسي هو شنو؟ قضايا التزكية. طيب، حتى ولو أخذنا التزكية باعتبارها أصل من الأصول، لا بد من الفهم الصحيح لمعنى التزكية. التزكية يا أخوان هي تربية النفس، وتربية النفس تكون حسب الأولويات، والتزكية هي معالجة الخلل في النفس، تبي تعالج الخلل، والخلل يعالج الأكبر ثم الأدنى ثم الأدنى فالأدنى. لما دعا إبراهيم عليه السلام قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، جعل التزكية بعد شنو يا أخوانا؟ لاحظ الآية مرة ثانية: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. التزكية بعد تعليم الكتاب وشنو؟ والحكمة، يعني التزكية في الآخر. ربنا سبحانه وتعالى استدرك عليه في هذا الدعاء، لأنه التزكية مفترض تكون في الأول. قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، بعدين ويعلمكم الكتاب والحكمة. فدعاء إبراهيم جعل التزكية في الآخر، ربنا سبحانه وتعالى جعل التزكية في الأول. لماذا؟ لأنه يا أخواننا التزكية لما تطلق تنصرف على التوحيد في الأول وبعد ذلك تنزل. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى. معناه شنو الآية البعدية؟ وأهديك إلى شنو؟ إلى ربك فتخشى. هنا التزكية معناه شنو؟ الهداية إلى ربك، ترجع لربك. وفرعون بيقول أنا ربكم الأعلى. إذن معنى التزكية هنا أن تؤمن بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، ما أنت. ولذلك يبقى عندنا لو أخذنا التزكية باعتبارها أصلا من الأصول، يبقى التزكية عندنا لكل إنسان حسب حاله هو. فالمشرك تزكيته بشنو؟ بالتوحيد. أول سورة فصلت: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا
فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. كويس؟ قال فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم، لاحظ الكلام، أنما إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل لمنو للمشركين الذين لا يؤتون شنو الزكاة. هل الزكاة هنا معناه المال؟ ما معنى المال؟ الصورة مكية، الصورة مكية، والزكاة ما نزلت إلا بتين إلا في المدينة. الزكاة هنا معناه شنو؟ توحيد. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الآية البعدية شنو؟ قل أئنكم، للناس دار يدوا الزكاة، أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها إلى آخر الآيات، إلى أن قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذن التزكية هنا معناها شنو؟ التوحيد، التوحيد. ولذلك حتى لو قلنا بقول الحزبيين إن التزكية أصل ثالث من أصول الدين، فأي زول في تزكيته من الدين ما يحتاج إليه، والإنسان المشرك يحتاج إلى شنو؟ تبدأ له بالتوحيد، هذه التزكية، تبدأ بالتوحيد عشان تزكي النفس. لكن ما ممكن إنسان ما عنده توحيد تجد ولو تعالى أديك تزكية، والتزكية عندهم تحكي له قصص وتكلم عن أخلاقيات وخلاص كده، يقول لك بيجي بيبكي خلاص كده، ده تزكية تقيلة ديناهم. يقول لك يا مولانا انتوا بتنكروا التزكية، نحن ما بننكرها، لكن اللي بيسوي فايته دي ما ياها، دي ما ياها. أي إنسان بيحتاج لتزكية يشوف رقبته محتاجة شنو يعالجة، دي التزكية كده. أنت محتاج لشنو؟ وأول ما يحتاج له الإنسان، أول ما يحتاج له في أمر التزكية العلم. العلم أول حاجة، عشان كده واحد لو جاء قال لك يا مولانا نبدأ من وين؟ تقول لا تبدأ من العلم. ربنا سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، اتعلم في الأول. ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي شنو، انتبه لآخر الآية، الذي فضلنا. شوف ربنا أدام شنو؟ علم. قالوا شنو؟ الذي فضلنا على كثير من عباده منه، انتبه للآية كويس، من عباده منه المؤمنين. ربنا فضل عباده على المؤمنين بشنو؟ بالعلم. انت لما تتعلم بتكون فوق لمنو؟ للمؤمنين، صاحب العلم امامهم. لاحظ قيمة العلم. ابن عباس يقول ما من أحد أحب هلاكا للشيطان مني. ليه؟ علم. قال يبتدع الرجل البدعة في أقصى المشرق، قال فيحملها الناقل إلي فأردها بالكتاب والسنة فيغضب الشيطان. لأن العلم يا أخواننا يضيق مداخل الشيطان. زول بتعلم، كل ما تتعلم حديث قفلت باب على الشيطان، الشيطان ما بيدخل عليك.
ولا يدخل الشيطان على الإنسان من باب مثل الجهل. عشان كده الشيطان بيحب الناس الجهال لأنه بغشك. يوم ما يلقى جاهل بحاجة بغشك باللي جهلت بها دي. قال ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر الخمسة رجال الصالحين في قوم نوح، وجاء الشيطان صور لهم قال لهم يا أخي ما تعبدوا ديل الآن بس صوروا تماثيلهم. قال حتى إذا هلك أولئك، الناس اللي كانوا عارفين أصل الموضوع، قال وتنسخ شنو العلم، انتبه، وتنسخ العلم، قال عبدت. لاحظ. وبالتالي يا أخواننا قوة الإنسان في ثباته مبنية على علمه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال والعلم إما نقل مصدق عن معصوم. ده العلم اللي بينفعك، ما تمشي انت فاتح لك كتب بتاعت غلاط وتجيب لك في كلام ذات والقالوا منه ما معروف ما تلقط. شوف الكلام ده مميز كيف. قال العلم إما نقل مصدق عن معصوم. آثار ده حديث، هنا الكلام عن أحاديث، ده علم. قال وإما قول عليه دليل معلوم. جبت نقلت قول لأحد الأئمة والسلف عليه دليل معلوم، ده علم منفعك. قال وما سوى ذلك إما، قال وما سوى ذلك إما قال وما سوى ذلك إما باطل مردود وإما بهرج. البهرج ده شنو؟ ده الحاجة المزركشة يعني تشوف عجبك. واحد يقول لك بوستي في الفيسبوك أقول كده تلقى عامل لك نجمة بيجاي ومثلث هني وخطي لك خط بيجاي وعامل لك عنوان فوق بهرج مزركة يساي. ولا أقوال رنانة يجي واحد يسجع لك الكلام مسجوع كده ومرصوص. قال وإما بهرج لا يدرى أصحيح أم منقود. وبالتالي دار علم، العلم ترجع للمصادر، لمصادر العلم. العلم ثبات للإنسان. ربنا سبحانه وتعالى قال عن المشركين وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لما شافوا القرآن بينزل على فترات ما بينزل مرة واحدة، ربنا قال كذلك، يعني ربنا نزل منجم مفرق، آيات الليلة 10 آيات كذا، تنزل آيات في مناسبة في كذا شيء معين. قال كذلك لنثبت به فؤادك. والعلم ينفع كيف؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. العلم أساس العلم ومنطلق العلم كتاب الله تبارك وتعالى، القرآن. ده أساس العلم كله وأساس جميع العلوم. وربنا سبحانه وتعالى جعل لأهل القرآن منزلة، مكان براهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن شفيعا لأهله يوم القيامة. بيجي شفيع. قال تقدمه يعني قدامه البقرة
وآل عمران كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان تظلان صاحبهما. شوف يوم كيف الحر، القرآن فوقك كأنها مظلة. ها، قال عليه الصلاة والسلام فيما نقل ابن كثير في المقدمة، قال سورة 30 آية قال جادلت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي سورة الملك. يغلبنا نعتني بها يا أخوانا، ما نعتني بالقرآن؟ كيف طالب علم ما يعتني بالقرآن ويبقى الصوفي أتقن منا للقرآن؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. دي منزلة أنت تفوتها؟ وأي علم أعظم من القرآن؟ أي علم تضيع وقتك يا أخي؟ واتصاب ورسل لي رسالة ورديت له والبوست الفلاني، بس بتاع شنو يا شيخ؟ الله يهديك يا أخي، الله يرحم والديك. وين كتاب الله؟ وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ربنا سبحانه وتعالى نزل علينا كتاب عظيم. قال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقالوا أنزل عليه من ربه، قل إنما أنت، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. شوف بعد يا ربنا قال شنو؟ قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أما يكفيك إنه في كتاب الله وإنت طالب العلم وترجو نقال النفس وتزكية للنفس في غير كتاب الله؟ سئل أبو زرع الرازي رحمه الله تعالى وقيل له إن في كتب الحارس المحاسبي الحارس القصير وغيره قالوا فيها، أو حسين الكرابيسي قالوا فيها رقائق، قال هذه كتب بدع وضلالات، من لم يترقق بكتاب الله فليس له ترقق. قال ما بينفعه كتاب الله، ها؟ ما عنده حاجة تاني. عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال لو صحت قلوبنا لما شبعنا من كتاب ربنا. لكن القلب ينضف كيف؟ نحن قلبنا ما يتحرك وما ينضف إلا بالقصايد. لما تسمع لك قصيدة كده ده مرنمة ولا نغمة في موبايل تلقى نفسك انت ارتحت نفسيا. القرآن كيف؟ كيف القرآن؟ يا ناس الصحابة دين مشهود لهم بالجنة، نحن ما مشهود لنا بأي حاجة، ما مشهود لنا بشيء، مشهود لهم بالجنة. عثمان بن عفان بيجيب بالليل في ركعة واحدة بيقرأ المصحف من البغرة للناس، بيقرأ كله، صلى جوا الكعبة أوتر بركعة واحدة بالقرآن كاملا. قال العلماء في أسباب النزول نزل فيه قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. دلياتهم لاحظ الآيات، إن الله عزيز غفور. الآية البعدية شنو؟ إن الذين يتلون كتاب الله
وين العلم برا قرآن؟ وين العلم بدون قرآن؟ وين التزكية بدون قرآن؟ ربنا قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. القرآن ده أنت ده تتعلم مفترض يكون قاعد في صدرك أول حاجة، بعد ذاك تتعلم. ربنا سبحانه وتعالى قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. عشان كده العلماء قالوا القرآن يكون قاعد أول، بعد ذاك يجي العلم. أول حاجة يكون قاعد. ومن أعجب ما سمعت في هذا الباب، يعني تقدر تنظف نفسك دي، تقدر تصلحها. واحد من العلماء قال هذه النفوس التي خلقها الله لا يصلح معها شفاء إلا الذي أنزله الله. النفس دي ما في حاجة بتنفعها أكثر من النزل والله. وربنا قال في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أنت داير أكثر من كده شو داير؟ ما في. وبالتالي أول ما يهتم به الإنسان العلم، وأول ما يهتم في العلم يهتم بالقرآن. يهتم بالقرآن، هذا كتاب الله يا أخوان، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. أنت ما اهتمت بكلام الله تهتم بشنو تاني؟ ولذلك أي زول ضيع زمنه في وسائل تواصل، وضيع زمنه في فارغة ونسات وقاعدة في الظل وجنب العمود ونسى ومارق ونازل وما اهتم بكتاب الله، والله ضيع رقبته، ضيع رقبته. روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يلبس والدا حامل القرآن تاجا من ذهب يوم القيامة. دل يا والدينك. واحد من الصحابة أسيد بن حضير رضي الله عنه في البخاري قال كان يقرأ في الليل بسورة البقرة، قال والفرس جنبه مربوطة، قال فجالت الفرس بقت بتتحرك، قال وابني يحيى كان نائما قربها، قال فخفت على ولدي، قال فسكت فسكنت الفرس، قال فقرأت فجالت الفرس، فسكت فسكنت، قال فنظرت فوق رأسي فإذا مثل الظلة. شايف لي حاجة زي الغيمة فوق اللي رأسي. قال قرأت فجالت الفرس، قال فتركت الصلاة، خلاه وقف، خاف على ولده من الفرس. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر الخبر، قال عليه الصلاة والسلام قال له هذه الملائكة نزلت لقراءتك القرآن، ولو قرأت يعني لو ما وقفت قال لظلت في مكانها حتى يراها الناس. كان قعدت في محل هذا. وكان ثابت ابن قيس ابن شماس من المبشرين بالجنة رضي الله عنه أرضاه كان يقرأ في الليل بالبقرة وقيل بالكهف فيرى في بيته أمثال المصابيح مولعة في بيته بالليل. شايفين الناس دي الملائكة. كويس. القرآن حياة للقلوب. قال تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ده روح، روحك أنت
في اهتمامك بالقرآن. وبالتالي يا أخواننا نحن ما نحتاجه من التزكية كل واحد مننا بحسب حاله، أي واحد بحسب حاله. وقد يكون الإنسان محتاج للتزكية من باب العقيدة، وكلنا محتاج ليها من باب العقيدة. وانت ماشي نعالج في النفس، انت بتتعامل مع نفسك كالملاح، تشوف داير شنو، انت زي سايق سفينة قدر من قدد بيجاي سد القدة دي، البهينة دي سدة اتقدد بغادي سدة، خفت من حاجة بهناك اعمل مصدات، هدئ السرعة اسرع قليلا. انت بتتعامل مع نفسك كالملاح، تقود قيادة رصينة، احيانا بتحتاج الى علم، احيانا تحتاج الى مزيد من العبادة. ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الكلام ده كله ليه؟ شوف بعديها قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني عشان تتحمل أعباء ما كلفت من الرسالة انت داير عبادة. ما ممكن انت تبقى خاوي من تلاوة القرآن، من صلاة النافلة، خاوي من صدقة بتطلعها من جيبك قرشين. تعرف القرش اللي بتطلعه من جيبك ده ما بنظف جيبك، بنظف قلبك. ربنا قال خذ من أموالهم صدقة، ها بتعمل شنو؟ بتنظف هنا جوا، تطهرهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أنت الليلة عشان تتحمل أعباء ما كلفت الدعوة دي، ما دي رسالة المرسلين يا أخواننا، هذه ما حاجة سهلة. أنت عشان تقدر عليها وتقدر تصبر، اليوم داقينك هنا مشاكلينك بغادي، وعندك درس وعندك محاضرة هناك، ودار تحصل ده ودار تعمل ده، دي أعباء ثقيلة عليك ما بتقدر تتحملها إلا يكون عندك رصيد من العبادة يثبتك أنت ذاته ويقويك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال زملوني زملوني وخايف، خديجة رضي الله عنها قالت له شنو؟ قالت له والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا يا أخواننا؟ لأنه عنده رصيد في عمل صالح. لا يخزيك الله أبدا، قالت له إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وإلى آخره. أنت دار رصيد من العبادة، دار رصيد من العمل. ربنا سبحانه وتعالى قال عن ذي النون عليه السلام ولولا أنه كان من شنو؟ من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم شنو؟ يستغفرون. تداير الرصيد من العبادة يدرى عنك الشر، يبعد عنك الفتن. ها ربنا سبحانه وتعالى قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا منو؟ الذين ينهون عن السوء. لما كان عندهم عمل صالح وهو النهي عن المنكر، ربنا نجاهم به وين؟ بعدين لما تجي المصيبة اللي بتصيب الناس، ربنا قال أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وبالتالي يا إخواننا نحن عندنا كلمة التزكية كلمة واسعة جدا، واسعة جدا، وانت بتتعامل معاها. ما كل الناس بيحتاج لحاجة واحدة في التزكية، تعامل مع نفسك بفهم. شوف الأيام دي مشكلتك شنو انت؟ تقد يكون مشكلتك الأيام دي الكبيرة انك شغال ماسك لك أموال بتاعت ناس في يدك، أموال حقت ناس انت ماسكها، موظف ولا غيرك ولا غيره من الوظائف أو المهن أو الأمانات تماسكها في يدك. الآن أنت المحتاج له مراقبة لربنا، المال ده أمانة في يدك. أحيانا قد تكون متعرض لشبهات تانية،
أو متعرض لشهوات. تقرأ في جامعة، جامعة كلها بنات وفتن، أنت محتاج لمعالجة هنا الحتة دي. أنت عايش في مجتمع كله شبهات وباطل، أنت بتحتاج لعلم يدرى عنك هذه الشبهات والمنكرات. وبالتالي خلاصة الموضوع ده يا أخوانا، إنه الإنسان يتعامل مع نفسه تعامل البصير، زي الحكيم، زي الدكتور. أنت طبيب نفسك، تشوف مشاكلها وين وتعالج مشاكلك أول بأول، قبال ما المشكلة تكبر. مشكلة في الأول صغيرة بتكون بينك وبين نفسك، كان مشيت خليتها بتبقى في الشارع بعد شوية، وكان بقيت في الشارع تاني ممكن ما تتعالجك. عالج أول بأول، واهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى. حتى في دعوتك، دعوة ما معززة بالقرآن دي دعوة ميتة. كلمك النصيحة، والله دعوة ميتة، وخاصة نحن عايشين في مجتمع وإن كانت السنة هي الشارحة والمبينة للقرآن والموضحة للقرآن، لكن أو أعني المقيدة لما أجمل في القرآن، أو المفصلة والمبينة لما أجمل في القرآن ونحو ذلك، ولكن نحن الآن في مجتمع في الغالب ما السنة دي ممكن يطعن لك فيها. صوفي يقول لك ضعيفة، يقول لك دي جبتها من وين ذاته، والحديث قاعد تنجرايته. ها، ولذلك في الدعوة نحن ما بنجهل السنة، لكن بنركز على القرآن، لأن الصوفي ما غلطك في آية، أي غلطك فيها كيفين؟ لو غلطك بتقول تناول المصحف ذاك الآية هذه قاعدة، لكن لما تقول له رواه ابن ماجه، لما تجيب ابن ماجه وزاده تفتح عليه يقول لك دي الطبعة يا تفين، جيب الصفرة. لما تجيب الطبعة الصفراء وتقول له هذا ابن ماجه دمنه، يقول لك ابن من ده دمنه ذاته ده، والإسماعيلي دمنه ده، ممكن ياخذ معك زمن. وانت ما بتخلي الموضوع ده برضه، لكن النوعية الجاهلة دي اديها القرآن. وبالتالي الموضوع ده يا اخواننا يطول، ونحن الكلام الشوية ده أكان ربنا سبحانه وتعالى نفعنا به يبقى فيه خير كثير. عموما الموضوع ده الناس ما تخيلوا انه ده موضوع بتاع الحزبيين براهم. في ناس ما تقول لهم الزهد وكده والرقائق والتزكية والعبادة، ناس يقول لك انتوا قلبتوا مع الجماعة ديلك ولا شنو؟ والموضوع ده ما حقهم، هم لا بيشتغلوا صح ذاته. انت لو قعدت معاهم 100 سنة بتفهم ذاته الموضوع ده هو شنو؟ التزكية دي ذاتها، وتزكي نفسك دي كيف انت بتعرفها؟ وهم غاية ما عندهم من التزكية انه يودوك لأهل البدع. يعني يقول لك التزكية هاي اسمع لأناشيد اسمه منو ذاك؟ العفاسي، وأناشيد خالد الراشد، ويك 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 ويك، تتحس بالهواء ضربك في قلبك جوا وخدت لك بكية، تقول خلاص يا سلام انا ارتحت. دي ما راح يا زلمة، شغل بتاع الشيطان ده، شغل بتاع. اقول لك والله واحد مرة ذكر لي واحد من مشايخنا هناك، قال له يا شيخ والله زمان نحن قبال ما نعرف المنهج ده كنا الصلاة دي ذاتها بنذوق لها طعم، الصلاة سمحة وانت خاشع في الصلاة وتمشي محلات الصلاة طويلة مع القرايين ديلك والكده، لكن قال اول ما جينا المنهج ده قلوبنا ذات جسد وما ضايقين طعم. انت قايل الطعم ده ده شغل بتاع الشيطان، ساي ما في عايزه مطعم، ما في عايزه مطعم، ده شغل بتاع الشيطان. لانه زمان انت لما كنت على البدعه السلف قالوا كما قال ابن الجوزي، قالوا خل الشيطان بينه وبين العباده، الشيطان ما بوسوسك تخش الصلاه دي ولا بيسالك، ما انت على بدعه صلي ساي يبرد، ممكن يهببك تحس بالهواء ده جوا في قلبك وتحس براحة. لكن هذي شنو أصلا؟ هذي ما راحة أصلا، الشيطان خلى بينك وبين العبادة. تلقى الصوفي قاعد من صلى العشاء
قاعد ما تجلس يبحى يا دايم يا دايم يا دايم لما الصبح يا زين. شيطان ممكن يريح لك راحه شفته والهوى ضارب، ولو زي ذاته الشيطان بيمشيها معاه كذا اوه، لانه هذه العباده اللي بتعبد بها الباطله دي ما بتزيد من الله الا بعدا، والشيطان داير يكون كذا، لانه لو مشى نام ها ولا مشى مرق ممكن يلاقيه واحد برا يغالطه ويديه حديث ويقول له اللي بتسوي فيه انت دي بدعه. الشيطان ما داير يمرق برا عشان يجيب له معلومه، داير يقول اسم حلوني. لكن انت اول ما تكون على السنه المنازعه بتاعتك قويه، اعرف المعلومه دي، الزول على السنه منازعتك قويه جدا، قلبك ده تعبان تحس بالصلاه دي قايم لها مقبوط كده ده بس كانه جارينك جر، لانه الشيطان بيثبطك عنها لانه دي حق ودي بتقربك لله، لذلك الشيطان معك ها ويعاكسك وكده الى اخره. المهم الكلام يطول ولعله الزياده قد ما يكون فيها كثير فائده، أنا أكتفي بهذا القدر.